الغلابه كيتكي على قلبه ما كيقدرش يبقى بلاش. الدرويش مقهور مقهور، اجي واحد الوقت درويش ما يبقاش يقدر، ما قدرش دابا حتى الساعه واصلين دابا لحد الساعه هذه، درويش ما قدرش يعيش تقهر. البيضات هما اللي خلينا انت 150 فرانك، لان كيدير جوج بيضات كي ميطيش هكذا دابا لا، اللي كيدير ربعه ولا كيدي جوج، اللي كيدي جوج كيدي وحده، كاين اللي كيدي غكاس ديال الدانون كيخوي في الطبسيل يعطي لولادو يغمسوا فيه، يدي باني. كاين بكر ما كياكلش العصا، علاش؟ شرب 10 دراهم عيبيع ب 12 درهم، شرب 12 درهم عيبيع ب 15 درهم، يعني الربح ديالو غادي يخرجوا غادي يخرجوا. انت كتشوف عن الفلوس زي مثلا عن الفلوس كيشري السلعه ويخبى ملي كتزاد كيستغل ديك الفرصه الدرويش وصافي اخي ايوب. من صحاب الناس اللي كتستكر السلعه يتساكيو الله في الناس ويعملوا التمام ما بقاوش كل سيمانه زادت كاين زياده كاينه ولكن عيقوب هاد الزياده. ايوب غالى الاسعار ما يعني الامور غدا ما شاريا الصراحه هاد الله كل شيء تزاد حتى حاجه ما بقات بالثمن ديالها. الغلبة الدرويش مسكين اللي كان كيتمقى حتى اذا راه ما بقى والو، يعني اضعف حاجه زادوا فيها شنقول لك انت كل شيء تزاد تقريبا. انت التون والاخر عادي في غاز الزيت كان ب 6 دراهم دابا 7 دراهم، بقيت لا فاش كيري هي انا خوتي كانت 27 درهم دابا 24 درهم 4 دراهم زايده. هاد الكيكس ماريا لا يعني لا هو ستيتوين والحليب وكذا كانوا كيقضيو بها، انت دابا 5 دراهم راه ولا ب 6 دراهم، يعني الامور غادا كيكاس الدرويش كان كيمشي للمدرسه كيشري كيكاس بدرهم دابا درهم ونص، هاد الشاري كادو عملوا درهم ونص ما في والو، جوج حبات درهم ونص راه يبي الدرهم درهم ونص. واش هاد الزيادات كيعلموكم ولا غير كتجي؟ لا والو ما كيعلموناش، تصور ما كيقولش لك حتى حاجه تزات، انت كتشد الحاجه وكتبيع كتبيع حتى كيجي واحد الكليان كي ربما كيكون يعني انسان واعي وهذيك كيقول لك دير هاد الحاجه راه تزات راه ولات بدرهم ونص، واش ما خبركش؟ قول له دي ما قالوا لنا والو يعني ما انت تما وصافي فهمتي. هو البقال اش غيعمل البقال؟ البقال ملي كتزيدو انت هاد الحاجه كان كيشبرها ب 5 دراهم كيبيعها ب 6 ولا كيشبرها ب 6 دراهم ولا ب 5 دراهم و90، ما يبيعهاش على 10 فرانك ما نبيعهاش، ما هي ديال الكرا ما هي ديال الضو ما هي ديال الماء الضريبه المرابحه يعني كلشي كينزل عليك، عاق ضعف ايمان خصك تدي دريهم ديالك في هاد البياسه هادي. ومسكين كاين اللي كيقول لك اودي ما خليها ما ديهاش، كاين وين الغلابه كيتكي على قلبه ما كيقدرش يبقى بلاش. ما البيضات هما اللي خلينا انت 150 فرانك، لان كيدير جوج بيضات كي ميطيش هكذا دابا لا، اللي كيدير ربعه ولا كيدي جوج، اللي كيدي جوج كيدي وحده، كاين اللي كيدي غكاس ديال الدانون كيخوي في الطبسيل يعطي لولادو يغمسوا فيه، يدي باني. انت ما كاينش اللي دا اللي دا 200 فرانك الكريدي، اللي دا 181، اللي دا 160، انت اللي دا 181، اللي دا 173، يعني كل واحد وما عندك ما تمشي تقلب عليهم في الزنقه، دخل الله في الله وصافي. البقال مدخم كتجبروا واحد 4 ملايين ولا 5 ملايين خارجه للكريدي. كياكلوها غير الدراوش، ما كتشوف حتى هي كتقول وصافي والله يسامح اللي عطى الله هو هذا، حنا خدامين يعني ما عندك ما تعمل. باقا الاسعار كاين السعي بصراحه، وكل سيمانه السلعه كتزاد، هاد السيمانه كتشري بثمن، مثلا نعطيك غير مثال بحال ماريا شريناها مثلا السيمانه اللي قبل موقع الزياده كتشريها ب 18، السيمانه اللي كتجي كتجبرها زادت رجعت 19، السيمانه اللي ما جا عاوز زاد السلعه كل سيمانه كتزاد. ولكن بالنسبه لنا باش نهضروا بصراحه اللي كيضر بزاف واللي كياكل العصا هو المستهلك، اما بقال بقال ما باش نهضروا واقعيين بقال ما كياكلش العصا، علاش؟ شرب 10 دراهم عيبيع ب 12 درهم، شرب 12 درهم عيبيع ب 15 درهم، يعني الربح ديالو غادي يخرجوا غادي يخرجوا، ولكن اللي كيبقى فيك هو المستهلك مسكين اللي كيكون كدي واحد الحاجه ب 10 دراهم كيرجع يديها ب 15، سيمانه اخرى كيرجع يديها ب 17 كتوصل ل 20. لان البقال دابا نهضر على راسي يعني، خلينا البقال يا اخي، لان كل واحد والتجاره ديالو كل واحد وخوف الله ديالو. انا مثلا ملي كنمشي نخزن كنجيب باكيت ماريا باكيت ميغاديو باكيت كولار الزبده شوكولات لاباش كيري، يعني باكيه كامله كتجي فيها كاين اللي كيجي فيها 12 كاين اللي كيجي فيها 24، كتخلصها مثلا ب 10 دراهم بزاف عدي فيها 2 دراهم ولا 3 دراهم مثلا، واش فهمتي؟ كتبيع ب 13 دراهم، يعني كنت كتسخر مثلا ب 5000 درهم، 5000 درهم تبارك الله راه شحال هذي كنا كنجيبو فيها خربيط السلعه كتجي مارية وزبده كتعمر ما حاول تجيب سكر، اما دابا والله ما بقات كتجيب شي حاجه، ما بقات كتجيب. دابا نهضرو غير للتون الاخر راني ايزابيل كطيح بالجمله بصراحه 24 درهم كنبيع انا ب 25 درهم، الحومه مضخ اي واحد كيديها ب 25 درهم،
الزبده كونكا ها هي شحال من الحبه كنبيعوها ب 9 دراهم ها الحبه شحال هذيك كنا كنبيعوا باكي كنبيعوا ب 18 درهم 17 درهم ها 17 بعناها ب 17 درهم يعني الصراحه السلعه راه زادت وهاد الزياده كيجيب الله انا ماشي باش نهضر واقعيين الزياده اللي كيجيب الله انا ماشي عادي لان بزاف كل سيمانه الزياده كل سيمانه الزياده دابا كتجبر مثلا الحاجه بثمن السيمانه مي كت والله العظيم شحال من حاجه دابا غير الصابون ويب سيمانه اخرى خلصوا ب 10500 جيت انا بعته ب 11000 سالالي هاد الاخراني دابا هذا اللي عندنا خلصوا ب 11400 واشرح لك كليانتينا ووضح لك الكليان ملي عاجب الكليان عاد كله 12000 عاد كله كاين بزاف وانا السيمانه اخرى عاد ديته من عندك كيفاش كترجع تينا بحال اللي كتقول لا هي الامور واضحه ولكن كلين الحمد لله كيتاك فينا وكيعرف شنو كاين دابا بالنسبه لينا حنا الحمد لله خدامين مع الناس الحومه مع كليان كيعرف بان راه الصابون تسال وجبت واحد اخر جديد ولكن السلعه انا قلت لك السلعه زادت بزاف بزاف وكل سيمانه كتزاد وتتجار الكبارين الله يهديهم وصحاب غنوصل واحد الرساله من صحاب الناس اللي كتستكر السلعه يتاكي والله في الناس ويعملوا الثمن مزيان مابقاو شي كل سيمانه زادت كاين زياده كاينه ولكن عيقوا بهاد الزياده كتشري الحاجه اليوم بثمن كتبيع مثلا بثمن مين كتمشي تشري مره اخرى باش بيعتي كتشري باش كتجي مثلا لا غدا كتجي تبيع مثلا للكليان كيتفاجئ كيقول لا كتزيدو كاين واحد الانفعال ماشي عادي دابا حتى الناس رجعتها وزديتو وزدتو واش باقي هادشي الصفه مثلا في المواد كاملين هادي مواد ثانويه ماشي حتى شي مواد زعما ذات اساسيه في الحياه تنبقى كتستغنى عليها خاطر مثلا الناس عندنا كتشري شي حاجه مثلا محتاج فيها واخا ما يكون محتاج فيها ما يقدرش يشريها علاش الحاجه الاوليه مثلا الزيت السكر كيبقى الهم واحد الزيت السكر البوطه هذه دابا اللي رجعت ثانوي اولويه الحياه الانسان دابا اما شي حاجه اخرى دابا الصابون ما كاينش ليكوش ما كاينش اما ديك كيديباني وصافي كل كيقول الناس بان حنا كنزيدوا ثم هادشي هذا كتسمعوا الزياده كتبقى تزيدوا هادشي هذا من راسكم هادشي هذا غالب الله ماشي حنا اللي كنزيدوا حنايا بحال اللي باش كنشريو كندوب البركه ديالنا باش نبيعو هذا هو قوت الحياه ديالنا دابا حنا مش عايشين به حنايا حتى كتشوفو الفلوس زي مثلا الفلوس كيشري السلعه ويخبعها ملي كتزاد كيستغل ديك الفرصه الدرويش وصافي اخي ايوب رساله الحكومه هذه هي اعاده النظر المسؤولين يعملوا لجنه كتراقب هاد الاسعار هذا كتراقب هادشي هذا كتراقب هاد الفوضى اللي نايضه هنايا درويش مقهور اجي واحد الوقت درويش ما يبقاش يقدر ما قدرش دابا حتى الساعه واصلين دابا لحد الساعه هذه درويش ما قدرش يعيش تقهر كيخرج مثلا بزاف اصدقاء ديالي كيخرج 100 درهم كيتخلع كيجيب جوج بطاطا جوج مطيشات دابا هادي مثلا القوت اليومي ديالو بطاطا عاد كرا الضو عاد كيقولوا الضو الماء يزيدوا فيه عاد كيقولوا هادشي هذا بزاف اخي ايوب كنتمنى الله يحسن العون للجميع وصافي لكل شيء اخي ايوب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.